تلقاو في الجنة، فين تلقاو في الجنة؟ إن شاء الله. دائما الموت موعظة لنا كاملين، هذا دليل على أن الموت ما كتخبرناش. كلكم شباب مثل ولدي الله دار 18 عام، لكن الله اختاره. الحمد لله، لا اعتراض على قضاء الله، لا اعتراض، لكن التزموا دينكم، التزموا قرآنكم، صلاتكم، هذا هو اللي نوصيكم عليه، ودعوا معاه في صلاتكم. الله يرحم لكم الوالدين، دعوا معاه بالمغفرة والرحمة. الحمد لله، ومات مقتول بإذن الله، والمقتول عند الله شهيد، شهيد بإذن الله. فالله تعالى تقبلوا عنده قبل ما المغرب ويوم الجمعة، اختاروا في شهر فضيل، واختاروا في يوم فضيل. فالحمد لله. اللهم إني أشهدك يا رب، اللهم إني أشهدك يا ربي، اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك أننا راضون عنه فارض عنه. اللهم إننا راضون عنه فارض عنه. اللهم تقبله عندك من الشهداء، وتقبله عندك من المغفورين، وتقبله من عندك يا رب بحرمة هذا الشهر وبحرمة هذا اليوم، أن تغفر له ذنوبه. اللهم تجاوز عنه، اللهم اكتبه عندك في عليين، اللهم إنه جزء مني يا رب، إنه فردة كبدي، قلبي كيتقطع، لكن لا نقول إلا ما يرضي الله عز وجل. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. دعوا معه ولادي. اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وجميع خلقك أننا أنا وأبي راضون عنه، فارض عنه يا رب، فارض عنه يا رب. هذا حبيبي، اللهم إني استودعته عندك، اللهم إني استودعته عندك يا من لا تضع ودائعه، يا من لا تضع ودائعه. هو يا ربي ضيفك فتقبله عندك، اللهم إنه ضيفك فتقبله عندك. جزاكم الله خير، دعوا معه، دعوا معه حبيبي. بغيت نسلم عليه أو نبغي يقبل أو لا، يسمي سوء الوداع.